يعني يعني من العارفين بخفايا السياسة الفرنسية والجزائرية. لا كان يعني في نقول كان هو في منصب رفيع جدا في وزارة الدفاع الفرنسية، مستوى رفيع جدا يعني. عرفني به واحد وتلاقينا شربنا قهوة هكذا في مقهى نحكيو في لندن، في سياق الحديث هكذا تكلمنا على الأحداث تاع باريس هذيك. قال لي هو اللي حكاية نتاع هذه شراك المكالمة الهاتفية. شراك قال لي شراك كلم نفسه وأعطاني التاريخ، تاريخ بالضبط في 95 يعني بعد انفجارات كذا، كيما جاء أمين زروال هذاك الوقت كان لسه ما كانش، كان غير رئيس معين هذاك الوقت مازال غير منتخب، وقال له في المستقبل لا نقبل على الإطلاق باش الجزائر والمخابرات الجزائرية تعمل تفجيرات كما عملتوها في باريس. وانا قلت عاقبت على هذا وهذاك سنة 2000، قلت من الغريب انه منذ السنة هذيك 96 ما وقعش تفجيرات الا من هذا. طيب هل يمكن ان تشرح لي سيد عبد الحميد الابراهيمي يعني من خلال خبرتك في الجزائر كرئيس وزراء سابق، يعني من جهه تقول انه حزب فرنسا هو الذي يسيطر على السياسه الجزائريه، الضباط الذين هربوا من الجيش الفرنسي ودسوا دسا في الثوره ثم بعد في السلطه هم الذين يحكمون الجزائر، ما هي مصلحتهم بتفجير فرنسا اذا كانت فرنسا هي التي تدعمهم؟ لا ما قالوها، ما قالوا، قال الاسلاميين صبا الاسلاميين هما يديروا الاشياء ويقولوا الاسلاميين اللي قتلوهم كما عملوا في الجزائر. وانا جبت مثال في الجزائر نفسها مش حتى في فرنسا. وهل كانوا اغبياء لدرجه انه فرنسا لن تكتشف انهم ليسوا اسلاميين؟ ولكن هذيك هما يعني دائما الانسان اللي يحسب روحه ذكي بزاف ذكي كثير يتعف الفخ يعني يتعف اللي يديروا هو بعد يتعف فيه. منذ غادر الجزائر يعيش عبد الحميد الابراهيمي من مهنه التعليم التي يمارسها في بريطانيا، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد، ويعد حاليا موسوعة عن الاقتصاد الإسلامي ستكون الأولى من نوعها في العالم. وإذا كانت هذه الاتهامات التي يسوقها ضد القادة الذين كانوا يملكون ناصية البلاد قد رسخت نفيه في بريطانيا، فماذا يقول عن تاريخ الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة منذ الثورة حتى اليوم؟ والله بوتفليقة في الواقع يعني أنا نقولها التاريخ يعني ما عندي حتى بينه وبينه ما كان غير الخير يعني نقول الواقع فقط. بوتفليقة يعني مش خير كثير، ما أنت عايش في الخارج يعني لا تعود إلى البلاد. لا الواقع بينه وبينه ما في شيء يعني على الإطلاق، على الإطلاق ما في حتى مشكلة يعني. طيب لماذا لا يعيدك؟ سياسي لماذا لا يعيدك إلى البلاد؟ لا مقيد هو ما مقيد؟ مقيد على طول. بوتفليقة مقيد يعني حتى اليوم؟ لا أنا بالنسبة لي أنا العسكر هم اللي الأساس يعني، وزارة الدفاع هم اللي حتى الفيتو تبعهم يعني واضح يعني واضح كي الشمس يعني. لكن أنا ما نقولش بوتفليقة، بالنسبة لي أنا ما عندي حتى مشكل معاه يعني سياسي ولا شخصي على الإطلاق. لكن نقول الواقع بوتفليقة تكون غربي واتجاه غربي مو غربي. عربي بالنسبة للناطق باللغة العربية صحيح يتقن اللغة العربية طبعا الجانب هذا اسمه عربي يعني، لكن اتجاه سياسي ليس عربي بمعنى البعثي يعني، يعني ما فيش حاجة يعني تقرب هو أقرب من فرنسا للبلدان العربية يعني. يعني حضرتك تقول في الكتاب أنه كان قريبا جدا من فرنسا بوتفليقة، ولكن يعني من يقرأ تاريخ الرجل يلاحظ أنه مثلا كان نسبة للثورة الفلسطينية بالنسبة للقضايا الرئيسة التي بالنسبة للقضايا الرئيسة التي عاشها العالم العربي كان دائما الوسيط الأقرب إلى العرب منه إلى أي دولة أخرى، يعني كان دائما في هذا الاتجاه عربيا قوميا مساندا للثورات مساندا للثورة الفلسطينية. يعني كيف يكون غربي الاتجاه ثم باللغة العربية كما تتفضل حضرتك ربما أفضلكم في الحديث باللغة العربية بوتفليقة؟ لا صحيح لا هو أفضل منا بالتأكيد، لكن لا هو لو وقع هذا يعني نقول لك أنا بالنسبة لي شو نقول اللي بالنسبة أنت ذكرت على القضية الفلسطينية، الثورة الفلسطينية في الجزائر شيء مقدس شعبيا يعني
ما في واحد يستطيع على الإطلاق. كلهم أنا أقول لك أكثر من هذا، قبل يعني قبل الثورة، مش حتى قبل الثورة، وأنا كنت صغير، نقول لك سنة 48 وأنا في عمري 12 سنة، يعني نشوف من ميلا، هذه قرية صغيرة جنب قسنطينة 50 كيلومتر قسنطينة، هذه بلدي ميلا، الناس يروحوا من ثم يحاربوا فلسطين على الأقدام، صدق ولا تصدق، بدون جواز السفر يروحوا أقدام يمشوا على تونس وليبيا ومصر ويروحوا يحاربوا، فيهم اللي استشهد، فيهم اللي قاعد هناك، وفيهم بعد راح لسوريا بعد ما حتى اللي خالد نزار وزير الدفاع السابق ذهب على رأس فرقة من الجيش الجزائري وقاتل إسرائيل في مصر. لا مش ذهب، بومدين اللي أرسلوا فرق، ولكن قاتل. لا أرسلوا بومدين، أرسله فرق. فرق. في الحديث عن الرئيس بوتفليقة تقول إنه عبد العزيز بوتفليقة كان جزءا من المجموعة التي كانت تسمى بمجموعة وجدة. نعم. وتتشكل من قايد أحمد عبد العزيز بوتفليقة، شريف بالقاسم، أحمد مدقري، والطيب العربي. نعم. ماذا كان دور هذه المجموعة يعني؟ لا ما مجموعة كانت في وجدة أثناء الثورة يعني، يعني اسمهم وجدة في المغرب هنا وحدود الجزائر المغربية، وكانوا مقربين تاع بومدين، وكانوا يثق فيهم. نجيب لك مثال بسيط يعني. في 69 أعتقد خرجت من مكتب تاع بومدين في كان في رئاسة وزير الدفاع في نفس الوقت، وقلت له والله بالنسبة يعني لوزارة الخارجية أنا يعني كن نشوف واحد تاني غير عبد العزيز بوتفليقة. قال لي قص هك بالكلام، أقطع كلامك. قال لي ما تكلم لا على عبد العزيز، هو اسم عبد القادر تاع الثورة، ما تكلم عبد القادر على الإطلاق. قال لي أبقى على خير، ما تكلم على الإطلاق، ما يقبل النقاش على. ولماذا كنت تنوي أن تزيحه عن وزارة الخارجية؟ لا أنا خلاص بصدق فقط يعني تجاه كنت أريد كمواطن جزائري نحب واحد يعني تجاه عربي إسلامي يعني وزارة الخارجية يعني طبعاً. أعطيني مثال واحد، أعطيني مثالاً واحداً على إنه عبد العزيز بوتفليقة لم يكن عربياً إسلامياً أو كان ضد هذا التيار. لا هو اتجاه، ما أقولكش أنا هذا اتجاه. عام وقلت لك اقرب من فرنسا والغرب من البدا من 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 من, من القبيل العربيه تاكيد هذه فقط لانه كان يعطي اولويه مثلا او يعطي رايه باولويه اعطاء بعض الصفقات لفرنسا اكثر من امريكا مثلا. لا قلت كلا هذه لا توجه هذا توجه كيف كان يتجسد مثال بسيط لأن وين يروح عاجي عاج فرنسا نعم وين يعاج الآن يروح عاج فرنسا يعني شيء طبيعي يعني بنسميه هو شيء عادي يعني فرنسا شيء عادي يعني هي الاتجاه يعني طبيعي يعني طبيعي بالنسبة له بالنسبة له قريبة بالنسبة لفرنسا أيوه شيء طبيعي لم تقنعني بعد لا هذا يعني ما نحبش نروح البعد من هذا يعني طيب. ذكرت بالعيد عبد السلام وتقول عن الرجل ما يلي أنه بالعيد عبد السلام رئيس الوزراء السابق في الجزائر اعتمد على مستشار يهودي اسمه سيمون صحيح وعلى فارين من الجيش الفرنسي وعلى دراسات فرنسية في سياسته صحيح. هذا اليهودي